واقول لكم على حاجه بس خلوها بيني وبينكم، مصدر الاشاعه ديت يا واحده فلسطينيه يا واحده سوريه. ايوه يا كوثر، رجع العلب خلاص مش محتاجاهم. وعندكم مثال الملوخيه المصريه بالتقليه. مرحبا بكل المتابعين الاعزاء، الحلقه اللي فاتت اتكلمنا ازاي نحمي نفسنا من فيروس كورونا، والحلقه دي هنتكلم عن 13 اشاعه. 13 ده رقم شؤم. عن 13 إشاعة أو مفهوم خاطئ بيتم تداولهم بين الناس على إنهم حاجات مسلم بيها ولازم نعملها، وهل هي صحيحة فعلا وبتشفي من فيروس كورونا ولا ده كله هبل في الجبل؟ معلش ثواني لازم أشوف الرسالة دي عشان خاطر أمي بعتالي رسالة على كل الجروبات اللي أنا مشتركة فيها. بالله عليكم تعملوا الوصفة دي يا بنات عشان خاطر هتحميكم من فيروس كورونا وشربوها لولادكم. معلقتين حبة البركة، لقيت بذر الكتان، بيض بذور الرجلة، الهند الكوستي، ورق جوافة. يوم احنا ما عندناش هنا جوافة ما هنلاقي ورقها يعني يا امي. عشبة التوت البري، ومعلقتين عسل جبلي. عسل جبلي الاقيها انا فين؟ انا في السويد هنا يا امي، وانا في شمال الكرة الارضية ما عندناش هنا جبال. وتقلبيهم على بعض وتدفيهم مش عارفة ايه، لازم تشربوهم للولاد. طب بذمتك يعني اقنع الولاد ازاي يشربوا الكلام ده كله؟ عشان خاطر دي هتحميكوا وبتاع. طب جزاكم الله خيرا يا امي، ربنا يخليكي لينا وما يحرمنيش منك. ايه؟ نفس الرسالة دي وصلني من 6 اشخاص؟ ما بيصابش غير كبار السن، انما الشباب والاطفال ما بيحصل لهمش حاجة، فبطلوا افورة بقى وعيشوا حياتكم. والحقيقة ان الكلام ده خاطئ، لان الفيروس لا يفرق ما بين كبير ولا صغير في السن. وان كان الاشخاص اللي بيعانوا من امراض مزمنة زي امراض القلب والسكري والربو اكثر عرضة للاصابة بامراض خطيرة في حال تم اصابتهم بفيروس كورونا. وبتنصح منظمة الصحة العالمية جميع الاشخاص باختلاف اعمارهم انهم يلتزموا باتباع الخطوات اللازمة لحماية انفسهم، وياخدوا بالهم خصوصا من كبار السن. يعني لو انت مثلا بتراعي حد كبير في السن، سواء الشخص ده قريبك او مش قريبك، وانت حاسس ان انت اصبت بشيء سواء فيروس كورونا او غيره، الافضل ان انت تتجنبهم او تبعد عنهم حرصا على سلامتك وحرصا على سلامتهم اكتر منك. هل تقضي مصابيح التعقيم بالاشعه فوق البنفسجيه على مرض فيروس كورونا؟ هي مش بس بتقضي على فيروس كورونا، هي كمان بتعمل حساسيه في الجلد. يا جماعه ما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال نستخدم الاشعه فوق البنفسجيه في عمليه التطهير او التعقيم، لانها بتسبب فعلا حساسيه للجلد. هل تنشر الحيوانات الاليفه بالمنزل فيروس كورونا؟ في ظل الرعب اللي احنا فيه بنلاقينا بنربي الذنب على اضعف حد، وهو الحيوانات الاليفه اللي بتبقى في المنزل. عيش حياتنا بمزاجنا لفوق لتحت والحقيقه انه لم يثبت باي دليل ان الحيوانات الاليفه بتنقل الفيروس، ولكن دايما ينصح بغسل الايدي جيدا بعد التعامل مع اي حيوان سواء في البيت او بره البيت، عشان حتى نتخلص من الجراثيم اللي بتنقلها الحيوانات للانسان زي السلمونيلا. هل مجففات الايدي فعاله في القضاء على مرض فيروس كورونا؟ مجففات الهواء اللي بنلاقيها في المطاعم كده بعد ما نغسل ايدينا، نفضل نعمل ايدينا كده ونفضل نتفرج على جلدنا وهو عمال يموج، هل بتقتل الفيروس؟ لا ما بتقتلش الفيروس. الافضل ان احنا نغسلها بميه صابون او بمعقم كحولي، وبعد كده بنشفها بمحرمه او منديل يعني، ونرمي المنديل ده، او نغسلها بميه وصابون وبعد كده نجففها بالمجفف، انما المجفف لوحده لا يقتل الفيروس. هل يساعد رش الجسم بالكحول او الكلور في القضاء على مرض فيروس كورونا؟ بصوا والله لو دلقتوا علبتين كلور على جسمكم عشان خاطر يقتل الفيروس اللي دخل، برضه مش هيقتله، بالعكس هيسبب حساسيه في الاغشيه المغطيه زي العين والفم، وهم استخدامهم الوحيد ان احنا نمسح بيهم الاسطح وفق التعليمات المكتوبه على الازازه، ما نحطش الحاجه مركزه، شوف مكتوب ايه على الازازه واستخدمها وتقدر تنظف بيها. واقول لكم على حاجه بس خلوها بيني وبينكم، مصدر الاشاعه ديت يا واحده فلسطينيه يا واحده سوريه حاكمه جنسيه، دول بيموتوا في الكلور قد عينيهم، بتلاقي الواحده من دول مخلصه ميزانيه جوزها على الكلور. ايه الكلام ده ليكم انتوا بس؟ هل المضادات الحيويه فعاله في الوقايه من فيروس كورونا المستجد وعلاجه؟ الو ايوه يا كوثر، بقول لك ايه، وانت جايه من الاردن هاتي لي علبتين مضاد حيوي عشان هنا ما بيصرفهمش غير بروشيتا. ايوه طبعا، ما هو مش هينفع اسيب نفسي كده لما يجي لي فيروس كورونا، لازم اخد مضاد حيوي. طب بصي اقول لك حاجه، خليهم 3 علب وزيت الخرخرين. احب اقول للست النصحه ديت اللي خايفه على صحتها وحياتها وبتامن نفسها ب3 علب مره واحده، ان المضاد الحيوي لا يقضي على الفيروسات ولكن يقضي على الجراثيم. كورونا فيروس وليس كرثومة، فانت مهما بلبعتي مضاد حيوي لن يقتل اي شيء، ولكن ان حد اصابته عدوى بفيروس كورونا احتمال لو دخل المستشفى ان هو ياخد مضاد حيوي لاصابته بعدوى جرثومة. ايوه يا كوثر، رجع العلب خلاص مش محتاجاهم. ايه وقفوا الطيران؟ يعني كده ما كنتش هاخدهم؟ يلا مش رزقي.
تابع إشاعة أو مفهوم خاطئ، وبقول سبعة وأنا بضحك لأن أنا بحب رقم سبعة. بيقول لك يمكن للأدخنة والغازات المنبعثة من الألعاب النارية والمفرقعات الوقاية من فيروس كورونا. والحقيقة أنا ساعت ما قرأت الإشاعة دي وأنا عمال أضحك. مين اللي هبقر اللي دماغه ده مخضض عن الفكرة دي؟ جابها منين بالظبط؟ هل عنده مخزون ألعاب نارية وعايز يبيعه مثلا؟ يقول لنا عادي مفيش مشكلة. أنتوا عارفين الأدخنة اللي بتطلع من الألعاب النارية دي اللي هي بوم 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 بتحتوي على غاز ثاني اكسيد الكبريت، وهو غاز متوسط السميه، يعني ممكن اي حد عنده حساسيه يشمه يحصل له مضاعفات شديده ربنا يعافيك، وقد يسببه في التهابات في العين والانف والفم والحلق والرئتين، وممكن يعمله نوبه رب، وكمان اقترابك من الالعاب الناريه ديت ممكن يعمل لك حروق. ولو بنتكلم على ان الدخان هيقضي على فيروس كورونا، فاولى باولى ان احنا نعمل بحث علمي عن دخان المشاوي اللي بتبقى طالعه من المنقل دي. يا سلام، دي مش بس هتقضي على الفيروسات، دي هتقضي على الجوع. الله، حد يبحث الموضوع ده يا جماعة لو يقدر. هل يساعد تناول الثوم في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا؟ الحقيقة رغم ان الثوم دايما مجني عليه بسبب ان هو ريحته مش حلوة، ولكنه يطفي نكهة لذيذة للطعام. وعندكم مثال الملوخية المصرية بالتقلية، ولا دقة الفتة بالعيش. يا السلام. المهم، يحد الثوم طعاما صحيا لاحتوائه على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، بس مع الأسف مفيش اي تقرير بيثبت ان هو تناول الثوم بيقي من فيروس كورونا. وبهذا يكون الثوم له ما له وعليه ما عليه. هل تساعد الغرغرة بغسول الفم على الوقاية من العدوى بفيروس كورونا؟ لا يا جماعة ما بتساعدش، وربنا ما بتساعد. وإن كان بعض أنواع الغسول بتقضي على جراثيم معينة لبضع دقائق في اللعاب، بس ده مش معناه إنها بتحميك من العدوى من فيروس كورونا. وغالبا اللي طلع الإشاعة دي صاحب مصنع معجون سنان. ومن مكاني هذا أطالب الحكومات بتقصي الحقائق وتتبع مصدر هذه الإشاعة حتى نعرف مصدرها ونجيبه من أفاه. هل يساعد غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي على الوقاية من العدوى بفيروس كورونا؟ مع الأسف، يمكن من أكتر الإشاعات اللي الواحد سمعها، ولكن لا يوجد دليل علمي واحد حتى الآن إن المحلول الملحي ده بيقي من فيروس كورونا. وإن كان المحلول الملحي ثبت علميا إن أنت لما بنستخدمه باستمرار بيساعد في الشفاء من الزكام بسرعة أكبر، بس لم يثبت إن غسل الأنف باستمرار بمحلول ملحي يقي من الأمراض التنفسية. وما تخافوش، مش هقول لكم المرة دي إن مصدر الإشاعة صاحب مصنع ملح. هل من الآمن استلام الرسائل أو الطرود من الصين؟ حد متوقع الإجابة؟ فكروا كده. لا طبعا، صح؟ لا، امنه جدا ان انت تستقبل اي حاجه من الصين، عشان بعد ما اجروا تجارب علميه فعلا لقوا ان الفيروس ما بيعيش على الطرود والرسائل فتره طويله، فتقدر يعني عبال ما تيجي الحاجه من الصين اصلا لحد هنا هتكون الفيروسات ماتت، ما فيش اي مشكله. بس الفكره اصلا انك تلاقي شركه شحن تجيبها لك لحد هنا بعد ما اغلقوا معظم المطارات. هل يحول وضع زيت السمسم على البشره دون دخول فيروس كورونا المستجد الى الجسم؟ وبجد انا كان نفسي اعرف مصدر الاشاعه ديت ايه، خصوصا ان دايما اللي بيتكلموا عنه يا اما زيت الزيتون يا اما زيت حبه البركه. زيت السمسم دخل في اللعبة امتى؟ انا مش عارفة، بس واضح ان هو في حاجة في الموضوع ده. ولكن زيت السمسم ما بيقضيش على الفيروس، فما يجيش اي حد يقول لك المنتج ده محتوي على زيت سمسم استخدمه وانت اصلا ما تعرفش باقي المكونات ايه، فتيجي تحطه عند الانف مثلا او حول الفم او حاجه وتحصل التهابات على الجلد او اي شيء مضاعف ربنا يعافيكوا. فيا جماعه الموضوع ده طلع فنكوش، وفنكوش باللهجه المصريه يعني غير صحيح. الى اي مدى الماسحات الحراريه فعاله في الكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد؟ كنت شفت خناقه على الفيس من شخصين كل واحد عايش في دوله، والاثنين بيفتخروا ان لا احنا الدوله بتاعتنا حاطه مساحات حراريه في المطار فمش اي حد يعدي، ودي تقولك لا احنا حاطين قبل منكم. والحقيقه ان المساحات الحراريه ديت هي وظيفتها ان هي تكشف اي حد حرارته مرتفعه داخل مكانه، فلو حد مرتفع حرارته بياخدوه ويودوه الحجر الصحي. ولكن الحقيقه ان احنا ما نقدرش نعتمد عليها اطلاقا، لانها ما بتقدرش تكشف الاشخاص المصابين بالعدوى وما ظهرتش عليهم لسه اعراض الحمى، وده بسبب ان العدوى بتاخد من يومين ل 10 ايام عبال ما تظهر اعراضها اللي هو ارتفاع الحراره والعطس والكحه والكلام ده كله. فبالتالي المساحات الحراريه في هذه الحاله بتكون غير دقيقه بالمره. وكويس ان افتكرت عشان خاطر اروح ارد على الشخصين اللي كانوا بيتخانقوا على الفيس واقول لهم يا جماعه انتوا بتتخانقوا على ايه؟ طب روحوا الاول شوفوا دخان المشاوي بيخفف ولا مش بيخفف، ده منطقي اكثر يا جماعه، وحاجه تفتح النفس برضه. بكده نكون ذكرنا اكثر 13 اشاعه منتشره بين الناس بخصوص فيروس كورونا. حابه قبل ما اختم اشكر الناس اللي بعتوا لي على الانستجرام عشان خاطر يترجموا الحلقات للغات اللي هم يعرفوها، يعني بجد شكرا شكرا شكرا. واي حد حابب ان هو يترجم لاي
اللغه عموما يعرفها يبعت لي على الانستجرام وانا هبعت له الفايل جاهز يا دوبك بس يشيل الكلام بالعربي ويحط مكان منه اللغه اللي هو عايزها وارفعها على اليوتيوب. بتكون الامر سهل, تكون لذيذه كده وممتعه وتقعد تجرب كده, وكمان ممكن تكتب اسمك في اخر الترجمه عشان لو عايز تسوق لنفسك عن طريق القناه بتاعتي فمفيش اي مشكله. وزي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان احنا بننشر الفيديو ده عشان خاطر ايه, نوفر على الحكومات فلوس الحملات التوعويه. ادينا بنعمل حملات توعويه مجانيه وبدون اي حاجه, الشير مش هيكلفك حاجه بس في نفس الوقت هينشر الفكره وهيوفر على الحكومات ان هي تصرف الفلوس ديت في حملات وتصرفها في حاجات تانية. اعجابك يصنع فارقا, وشيرك يصنع فرق اكتر, وتعليقك يصنع المعجزات. شكرا لمتابعتكم, كنت معاكم اسماء الشريف, السلام عليكم. وصحيح لو كنت لسه اصلا مش مشترك في القناه وما شفتش الفيديوهات القديمه فانت فاتك كتير جدا, انزل بسرعه اشترك وفعل زر الجرس وشوف الحاجات القديمه كده واستمتع معايا وسيب لي تعليق وعرفني بنفسك.